على شرعة الحنين تعود سفننا للأبحار مجددا في ثنايا الرياضة وقضاياها في دولتنا الحبيبة. يتجدد الموعد بكم ومعكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبو ظبي اليوم، بعد توقف فرضته الأحداث المتتالية في عاصمة الرياضة العالمية أبو ظبي. فأهلا بكم. نحن في عاصمة الأحداث الكبرى والمواعيد الكبرى، نحن هنا في ملتقى الحضارات وموطن الإبداع والمبدعين، نحن في أبو ظبي حيث يستعجل الغد الخطى ليأتي اليوم. عاصمة أبو ظبي، ماذا بالإمكان الحديث عن هذه المدينة الساحرة؟ من أين نبدأ وصف جمالها وروعتها؟ هذه العاصمة التي ارتبط اسمها بسلسلة من النجاحات والاستضافات الهامة، محلية كانت أم خليجية، عربية، قارية، بل وحتى عالمية. تختتم تنظيم حدث لتبدأ بحدث آخر لا يقل أهمية عنه، فأصبحنا هنا في أبو ظبي وكأننا في خلية نحل نسابق الزمن. فهنا من الاستحالة تصديق بأن اليوم عبارة عن 24 ساعة فقط، فالأحداث وزحمتها تجعلنا نشعر وكأن اليوم يدوم لساعات أطول. في غضون الشهور القليلة الماضية نظمت أبو ظبي العديد من الأحداث في العاصمة الجميلة، فما بين بطولة العالم للجوجيتسو والجودو، والتي استضافت الدولة أحداثها نهاية العام الماضي، إلى سباق الاتحاد الفورمولا 1 والذي أصبح دائما ما يكون روعة ختامه في حلبة مرسياس، إلى بطولة عالمية أخرى تقل أهمية، بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت المرة الرابعة في العاصمة أبو ظبي. وهذا لن يحدث حتما لولا الثقة العالمية التي أولاها المنظمون في الاتحاد الدولي فيفا بما لاقوه من إبهار لتنظيم الأحداث هنا في أبو ظبي. ها هي أبو ظبي تساهم في استضافة ناجحة للدولة لبطولة كأس أمم آسيا في نسخة تاريخية شهدت مشاركة 24 منتخبا، وكان لإمارة أبو ظبي نصيب الأسد في المشاركة من خلال 5 ملاعب بواقع 3 في مدينة أبو ظبي و2 في مدينة العين. وكان من الطبيعي أن تكون العاصمة أبو ظبي مسرحا لقمة عالمية جمعت مسؤولين وقادة رياضيين من صناع القرار لتواصل أبو ظبي روعتها وحضورها العالمي في كل المحافل. إذن نستهل حلقتنا في أبو ظبي اليوم بكل تأكيد الحديث عن البطولة القارية التي انتهت قبل أيام هنا في دولتنا الحبيبة، وكانت حديث قارة آسيا. دعوني في البداية أن أرحب بضيفي العزيز اللي يتواجد معي هنا في الاستديو، الأستاذ سهيل العريفي، مدير المسابقات والملاعب في اللجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا الإمارات. أرحب فيك أبو منصور. الله حي طارق. وأيضا من خلال تواجد
مدير مجموعة الشارقة الأستاذ عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي. نرحب فيك أستاذ عيسى. الله يرحبك على فضله وشاكرين لكم دعوتنا للحضور ومشاركة في البرنامج. طبعا بكل تأكيد من خلال حلقتنا في هذا اليوم سنتحدث عن التفاصيل التي كانت في هذه البطولة القارية من الناحية التنظيمية بعيدا عن الأمور الفنية، ولا بد هنا أيضا الإشادة بفريق عمل هذه البطولة سواء كان في مدن الدولة وليس فقط في العاصمة أبوظبي. ببدأ وياك أستاذ عيسى، يمكن إذا بنتحدث بعد هذا بعد نهاية البطولة القارية البطولة الكبيرة، كان دور كبير هناك في مدينة الشارقة الإمارة الباسمة التي احتضنت العديد من المباريات والعديد من المنتخبات والعديد أيضا من الجاليات الجماهيرية التي كانت حاضرة في هذه البطولة. كيف كانت النهاية السعيدة هناك في الإمارة الباسمة؟ الحمد لله، يعني هي البداية كانت سعيدة والنهاية كانت خلنا نقول أسعد. يمكن من اول ما جانا الامر السامي ببركه سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم اماره الشارقه بالموافقه على استضافه المجموعه، يعني بدا الليل الشغل ليل ونهار مثل ما يقولون، والحمد لله نحن مؤمنين بقدرات فريق الامل عندنا في الاماره، مرمين في اكثر عن فعاليه مو بس الفعاليات الرياضيه. فابتدت عملية تشكيل فرق العمل في المقام الأول، وبعدين بدأت تواصل مع الأخوة في اللجنة المنظمة العليا، لأن مثل ما تعرف يمكن اشتراطات الاتحاد الآسيوي شوي متعبة، فكان اللود أكثر شيء في الفترة الأخيرة، يعني قبل 6 شهور تقريبا من بدء المسابقات الهم الأكبر كان جاهزية الملعب. لكن الحمد لله قبل البداية بكم من يوم كان الملعب 100% جاهز. نعم، الملعب قبل البطولة ملعب متجدد كامل، خلنا نقول استاد الشارقة هناك في الإمارة الباسمة اللي استضاف 6 مباريات في البطولة. استاذ عيسى، يعني اكيد يعني ملعب جديد ومثل ما ذكرت الاشتراطات يمكن الصعبه والقويه، لكن قدرتكم تتجاوزونها من خلال كلجنه او كمجموعه الشارقه ومسؤولين عليها. والله شوف، هو يعني بفضل من رب العالمين يمكن متابعه سيدي سمو ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي رئيس المجلس التنفيذي وتوجيه المباشر للدوائر والمؤسسات في دعم الاستضافه ساعدنا كثير، يعني يمكن دوائر كثيرة ساعدتنا، برأسها طبعا الحمل الأكبر كان على دائرة الأشغال سعادة المهندس علم شاهين السويدي، طبعا هي طرق المواصلات كانوا معنا المهندس يوسف سعادة المهندس يوسف السويجي، دائرة هيئة الكهرباء ومياه الشارجة الدكتور راشد الليم، يعني كان كنا في خلية عمل 24 ساعة لغاية الإنجاز. يمكن لتجهيز الاستاد وتزيين يمكن بلديه الشارقه كان لها دور كبير، وكذلك حتى نحن استعنا ببلديه البطايح من اجل تزيين النادي، لان في النهايه النادي يعني نادي الاماره ويمثل الاماره واجهه الدوله. الناس يمكن كان حديث الساعه ذكرت انا المبلغ اللي هو 65 مليون تقريبا تكلفه الملعب زائد الميزانيه التشغيليه للمجموعة. يمكن الناس شافت المدرج الإضافي اللي هو عبارة عن 2500 متفرج فقالوا هذا كله 50 مليون، لا، العلم أن النادي تمت إضافة له 5 مباني جديدة بالكامل، أهمها كان المركز الإعلامي كان عبارة عن طابقين، مركز مؤتمرات ومركز خدمات إعلامية للإعلاميين. يمكن الاختبار الحقيقي للمركز كان في المباراة الأخيرة، زاد على العدد الموجود اللي بشكل يومي كان تغطية أحداث المباريات كنا يوميا من 80 إلى 100 إعلامي وصحفي ومراسل. المباراة الأخيرة اللي جمعت بين اليابان والسعودية الفريق الإعلامي الياباني لوحده كان 175 شخص والوفد السعودي 50 شخص بالإضافة للموجودين، لدرجة أن أول بداية اليوم الصبح دخلت المركز لقيت مجموعة من اليابانيين راقدين على الطاولات بس يبون يحجزون مكانهم لأن عارفين أنه بيكون في عدد زيادة،
يمكن فريق العمل اللي في المركز بقيادة الأخ محمد الحمادي قام بمجهود كبير ولاقى يعني شهادة إشادة واستحسان من الجميع على المجهود الخرافي اللي بذله مع فريق العمل. جميل. فيه مبنى للشخصيات المهمة، بعد هذا نفس الشيء مبنى طابقين انضاف بكل الخدمات من أجل راحة الزوار، كذلك مبنى كامل منعزل عن المنصة الرئيسية، مبنى خلينا نقول مقصورة الأميرية خلينا نقول أو الأمريكية. نعم. لمدخل خاص ومصعد خاص وفيه يعني خصوصية كبيرة للناس اللي كانت تحضر المكان هذا، زائد مباني لملاعب التدريب اللي استضافت تدريب المنتخبات، يعني كأن مبنى كامل بكامل معداته، غرف تبديل الملابس، دورات المياه، العيادة، غرفة اجتماعات، غرفة محاضرات، يعني كان النادي يتجهز تجهيز كامل بالإضافة إلى الملاعب. نعم. يمكن 4 أو 6 ملاعب تدريب تم تحديثها على أفضل المعايير. نعم. والممارسات. نعم، يعني يمكن من خلال الحديث أكيد عن هذه المنشآت اللي تم استحداثها وتم تحضيرها لبطولة كأس آسيا هنا في الإمارات. برجع لك أستاذ عيسى، الأخ سهيل يعني بعد هذا المنشور يمكن انت من الناس اللي اكثر واحد تعبوا، كنت خاصه تلفون على هذه الملاعب وتحضيراتها ومنشاتها وتجهيزاتها النهائيه، خلصت الامور؟ لا، شوف، اولا ما في شك ان اليوم الكل كان له دور، ويمكن اللجنه المنظمه العليا برئاسه سمو الشيخ نهيام بن زايد الله يحفظه ونائبه معالي محمد خلفان الرميثي وكل رؤساء اللجان ومدير البطولة عارف العواني، هم من بدأوا في البداية بخطة العمل وكيف بدأت من البداية والنظام اللي انعمل حتى أن اليوم توصل البطولة إلى هذا الجانب. بدأت يعني من أول ما تم تكليف هذه اللجنة بأن تقوم بتنظيم البطولة وأن يعني تحديد الملاعب، تم توزيع العمل على فرق، عدة فرق وعدة لجان، يعني أكثر من 30 إلى 40 فرقة عمل كانت في أكثر من 6 لجان أو 7 لجان، منهم لجان المسابقات والملاعب وأيضا لجان المتطوعين، لجان الأمنية، كانت في عدة فرق عمل تعمل ليل ونهار لإظهار هذه البطولة، وليس شخص واحد، يعني بالعكس، يعني البطولة اليوم كانت فيها أرقام كبيرة، كانت فيها أكثر من 5200 متطوع. مع العلم اللي سجلوا من المتطوعين 14,000 تقريبا، ولكن اللي تم قبولهم يا 5000 حتى ما يكون في ازدحام، واللي تستوعبهم تقدر تستوعبهم البطولة. نعم. المنشآت نحن كانت هي الهم الأكبر، يعني اليوم تحديد الملاعب 8 ملاعب، نحن عندنا أغلب ملاعبنا تنفذ اشتراطات الاتحاد الآسيوي، ولكن اليوم هاي بطولة قارية ودك انك تظهر بشكل افضل. كان هناك تحديث لبعض الملاعب مثل ما نعم ملعب نحن عندنا كان عندنا الملاعب الرئيسيه اللي تم فيها الهم الاكبر او العمل الاكبر في ابو ظبي، كان عندنا استاد النهيان. نعم. واستاد الشارجه واستاد المكتوم. بقيه المنشات كان فيها صيانه، مثل استاد هزاع كان فيه ايضا صيانه، استاد خليفه بن زايد كان فيه صيانه، استاد محمد بن زايد فيه صيانه، واستاذ راشد في دبي كانت في صيانه وليست بسيطه يعني. لكن التغيير اللي صار في الملاعب اليوم من مكتسبات البطوله، اليوم انت لديك هذه المنشات اللي راح تستفيد منها انت مستقبلا، تم تعديلها بشكل يعني شكل كبير وتغيير فيها نسبه، بالنسبه للاناره تغيرت كلها الى LED والنظام الجديد اللي اعتقد ملاعبنا الوحيده في اسيا اللي تملك هذه الميزه. الملاعبنا أغلب الإنارة وصلت إلى 2500 لوكس. نعم. كان شكلها لو لاحظته في التلفزيون شكلها جميل ومبهر، تزيين المدرجات، أيضا كان في تعديل في أرضيات الملعب، أرضيات ملاعب التدريب، هذا كله على مستوى المنشآت. المراكز الإعلامية اليوم مركز استاد هزاع الإعلامي مركز نحن نفتخر فيه بالشكل اللي طلع فيه، يعني طابق كامل ويستضيف أكبر مؤتمر تقدر تستضيف اليوم استاد هزاع، وأيضا في بقية المنشآت. جميل. عموما هي لغة واحدة وحدت قارة آسيا على مدار 4 أسابيع، هي لغة كرة القدم. التقى الجميع على أرض التسامح، فكان المشهد في قمة الإبداع.
أربعة أسابيع كانت حصيلة لسنوات من التخطيط والتحضير وجهود كبيرة قامت بها اللجنة العليا المنظمة والمدن المستضيفة وتفان كبير لا حد له من مؤسسات الدولة الأمنية والصحية والإعلامية إلى جانب فريق كبير من المتطوعين، كل ذلك وأكثر تضافر لتقديم نسخة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أسجل الستار على النسخة 17 لبطولة كأس أمم آسيا الإمارات 2019 والتي استضافتها الدولة على مدار 28 يوما بدءا من 5 يناير واستمرت حتى مطلع فبراير في واحدة من أنجح البطولات الآسيوية بشهادة الجميع. الإمارات كعادتها تألقت وأبدعت، بل أنها أبهرت، كيف لا وهي الإمارات، فهذه هي عادتها. الإمارات نجحت وباقتدار في الاستضافة في 4 مدن مختلفة بمجموع 8 ملاعب عالمية تم تجهيزها وإعادة صيانتها خصيصا لهذا الحدث القاري الكبير والهام. الإمارات استضافت ونجحت في تنظيم 51 مباراة في بطولة تاريخية تعد هي الأكبر على مستوى القارة، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولة تجمع 24 منتخبا، ولم يكن ذلك على الإمارات بصعب، فتميزت بهذه الاستضافة كعادتها حتى وإن جاء تنظيم هذه البطولة بعد ما يقارب 2 أسبوع فقط من استضافة العاصمة أبوظبي لحدث عالمي هام وهو كأس العالم للأندية. نجاحات الإمارات في استضافة هذه البطولة في عام التسامح كانت عديدة، إذ نجحت وباقتدار في استضافة جماهيرية مميزة اقتربت من 700,000 مشجع تواجدوا في مختلف المباريات. أما الجماهير الإماراتية وحدها والتي ساندت المنتخب الوطني فقد بلغت نحو 180,000 مشجع ساندوا المنتخب في 6 مواجهات. هذه النسخة شهدت أرقاما كبيرة ومميزة أبرزها التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، إذ شارك في تغطيتها 1464 إعلاميا فيما كان عدد الصحفيين من الإمارات هو 126، كما تفاعلت مع هذا الحدث 150 مدرسة ساهموا بمشاركة الأطفال المشاركين مع لاعبي المنتخبات إلى أرضية الملعب.
إذن نذهب إلى دبي مرة أخرى، ولكن دعوني نرحب في البداية بالأستاذ حمد المزروعي مدير مجموعة دبي اللي ينضم إلينا في هذا في هذه اللحظات. حمد مساء الخير. مساك الله بالنور والسرور. حمد، طبعا بكل تأكيد الحديث هنا عن المجموعة هناك في دانة الدنيا دبي واستضافتها لهذا الحدث، يمكن كان الجميع يتحدث. أنا ببدأ عن منشأة استاد المكتوم الجديدة اللي جذبت الأنظار. نعم، مساك الله بالخير يا أخوي. الله بالنور والسرور. الله يسلمك، تفضل. حمد، الحديث هنا بعد نهاية كأس آسيا والتقييم والحديث أكثر عن استاد آل مكتوم اللي استضاف 6 مباريات، وهناك في استاد راشد اللي استضاف 5 مباريات بواقع 11 مباراة كانت هناك في دبي. كيف كانت الأمور وكيف كان التقييم النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في مجموعة دبي لنهايات آسيا 2019 استضافت المجموعة 11 مباراة بمعدل 6 مباريات في استاد المكتوم و5 مباريات في استاد راشد. طبعا كان محور الحديث أو في الاستضافة كانت متجهة إلى استاد المكتوم كمنشأة رياضية جديدة تم تجهيزها وبناها على أحدث المعايير العالمية في الجوانب الرياضية بالكامل، وطاقة استيعابية تم رفعها إلى 15,000 متفرج. الحمد لله كان صدى دائما مع كل مباراة وكل استضافة كان صدى إيجابي، كان فيه إشادة بالتنظيم، إشادة بالمنشأة، إشادة بالمستوى اللي موجود من عطاء المنظمين بالكامل في استاد المكتوم. جميل. من حمد أذهب إلى الأستاذ عيسى. عيسى، خلنا ناخذ نفتح الجانب الحضور الجماهيري. بكل تأكيد سأتحدث معكم جميعا. عيسى، كيف كان الحضور الجماهيري هناك في استاد الشارقة وكم الأرقام اللي وصلت من عدد الحضور؟ الحمد لله رب العالمين. يمكن دائما نجاح أي مباراة الحضور الجماهيري، لأن تعرف الحضور الجماهيري يعني يعطي نكهة للمباراة والأجواء الحماسية، وكذلك اختبار حقيقي خلينا نقول للخطة الأمنية. يمكن من أصل لعبنا 6 مباريات، عندنا مباراة 3 مباريات كان الحضور الجماهيري 100%، مباراة واحدة 95، مباراة 92، المباراة الأخيرة 75 اللي هي اليابان والسعودية. يمكن الاختبار الحقيقي كان مباراة الهند والبحرين 11,417 متفرج. تم وضع خطة أمنية صراحة أبدعوا فيها القيادة العامة شرطة الشارجة، كان عندنا الأخ الدكتور أحمد الناعور، وبصراحة كان
كيف كان هناك في مجموعة دبي؟ مجموعة دبي كانت فيها مباريات قوية بمنتخبات لها قاعدة. قاطعين 500 كيلو متر ويرجعون بدون ما يشوفون المباراه، بدون ما يعيشون الاجواء الجميله هاي. وتحملنا المسؤوليه بعد الاتفاق مع الاتحاد الاسيوي، نحن هذول ضيوفنا ونحب نتحمل قيمه تذاكرهم. اما المباريات الباجي مثل ما انت شايف ما شاء الله، يعني الملعب كامل كان مليان. يمكن نحن كمجموعه كان اجتهادنا كبير على موضوع دعوه كبار الشخصيات للمنصه، وكنا حريصين ان ندعي كل الدوائر والمؤسسات اللي ساهمت معنا في انجاز المشروع هذا. والحمد لله لو تلاحظ يمكن كل مباريات مجموعه الشارجه المنصه الخدمه مثل ما يقولون الفي في اي بي والفي اي بي كانت تقريبا يعني فل. جميل. بس كتحدي مع التذاكر ما اعتقد واجهنا، لان النظام كان مساعد يعني. بالنسبة لكم سهيل، أكيد التحديات كانت كبيرة خاصة في موضوع التذاكر، خاصة في مجموعة أبو ظبي. نعم، شوف نظام التذاكر أصلا كان موحد لكل البطولة، يعني سواء كان في أي إمارة أو في أي ملعب وقيمة المباراة. نحن التحدي اللي كان عندنا أكبر شوي بحكم أن منتخبنا يلعب هنا، فالعدد دائما يكون أكثر المطلوب أكثر من المتوقع، وردة فعل جمهورنا دائما أكثر من المتوقع، فطبيعي. بس سهيل، كان يعني بعض خاصة إذا دام أنك ذكرت في موضوع مباريات المنتخب، كانت هناك كراسي فارغة وأوريدي التذاكر مبيوعة. هذا شوف، هذه في كانت للأمانة، يعني إذا سمحوا لي إخواني في إدارة التسويق أني أتكلم بنيابة عنهم بحكم المعلومات اللي أملكها في هذا الموضوع واللي تم مناقشتها مع مدير البطولة ومع إخواني في الإدارة. ما يخص التذاكر، كانت في بعض المعلومات أو خلنا نقول 60% من المعلومات اللي كانت تطلع غير صحيحة، وما كان في أحد يبحث عن المعلومة الصحيحة بما يخص منتخبنا. في المباريات الأولى كان الظهور أو الحضور أو طلب التذاكر ما كان بشكل جيد.
في الافتتاح، سواء كان في المباراة الثانية أو الثالثة. ما عليه إقبال قصدك؟ نعم، ما عليه إقبال، ما كان في حضور، وكانوا يعني، وبالعكس كانت في ردة فعل سلبية لما الفريق الثاني ياخذ التذاكر. يعني مشاهدنا مباراة الإمارات والهند، كان في طلب تذاكر من أو اشتروا تذاكرهم الجالية الهندية، بينما جمهورنا تباطأ في شراء التذاكر. فكان مع أن جمهورنا كان أكثر، ولكن طلعت إشاعات أنا ما أعرف شو الهدف منها، ولكن أكيد اليوم كلجنة منظمة هدفها الأول والأخير هو استقبال ضيوفنا كامل بشكل كامل، وأنهم يطلعون بشكل جيد. وما في شك أن حضور جماهيرنا راح يطلعنا نحن أيضا بشكل أجمل، أكيد. وراح يعني يرسم لوحة في المدرجات راح تسعدنا، وراح أيضا تضيف لنا من ناحية التنظيمية. نعم. لكن شاهدناهم أيضا في استاد هزاع، للأسف كان الحضور قليل، مع أن التذاكر كانت متوفرة، كانت موجودة، ما كان يعني فل. وين الخلل اللي كنت تقول؟ ما كان في إقبال، بس كان في، ما في إقبال اللي طلعوا بعد المباراة. إذا ما كانوا يحصلون في مواقع البيع؟ لا، موجود للأسف، إنه كان موجود، كانت بس في إشاعة أن يعني بعد المباراة. هاي كلها إشاعات. نعم، ما في خبر طلع رسمي من اللجنة المنظمة أو من أي أحد، سواء كان في حسابات شخصية أو حسابات، أن مباراة اللي كانت في استاد هزاع أنها سولد أوت. بالعكس كانت. أنا ما أتكلم عن استاد هزاع، حتى في مدينة الافتتاح كان فل، الملعب كان ممتلئ. كان ممتلئ، كان 42,000 تقريبا. جميل. اللي موجود، والمباراة الثانية كانت أيضا أعتقد 38,000 أو 40,000 في المباراة الثانية. هذه سعة الاستاد، هي السعة الحقيقية للاستاد. لكن شوف اليوم طارق، أنا ما حصلت تذكرة للحضور، فأكيد أخذها شخص ثاني يستحقها، يعني مش إنها راحت، يعني ما راح يكون كرسي فاضي في النهاية. والسعة الاستاد هي محددة، يعني اليوم سعة الاستاد 40,000 أو 38,000، فأكيد اللي موجودين 38,000 يستحقون أنهم يكونون موجودين مثل أي شخص كان موجود. نحن تعودنا في السابق أن تذاكرنا يعني أن الملعب مجانا، وأن التذاكر راح أو أنه راح يتم فتح البوابات، لكن إذا الملعب ممتلئ، يعني لا تنسون اليوم العدد الحمد لله التعداد السكاني في تزايد، الحضور ما كان فقط لمنتخب الإمارات أو جمهور منتخب الإمارات، أيضا الجاليات اللي موجودة بيننا حبوا يشاركونا فرحتهم، أو فرحتنا حبوا يشاركونا مع منتخبنا، فحبوا أنهم يكونون حاضرين. نعم. اليوم استاد محمد بن زايد في دور الأربعة، الملعب ممتلئ، واللي موجودين خارج الملعب أضعاف اللي موجودين داخل. فنحن بعد ما تم امتلاء الملعب واستمر، على فكرة في أغلب المباريات لما يكون الحضور بسيط وفي ناس موجودة بدون تذاكر، كانت اللجنة تتصرف مثل ما ذكر أخوي أبو حمد عيسى هلال، تتصرف اللجنة في أن يا أن تشتري لهم تذاكر يا أن تدخلهم، حتى أن الشكل العام. ولكن ما حدث في استاد محمد بن زايد، جماهير غفيرة برع، كانوا حابين يشوفون منتخبهم، ولكن يعني ودنا أنهم يكونوا موجودين، لكن الملعب ممتلئ، الملعب كان فل، يعني ما تقدر اليوم انت تدخل اكثر من العدد اللي مسموح به. نعم. لان له اثار سلبيه راح تكون اكبر من الحضور. نعم. وهذه هي الشيء البسيط، بينما في المباريات الاخرى ما واجهنا الحمد لله اي مشكله ولا اي رده فعل سلبيه، بالعكس يعني كان الكل يحضر ببطاقته بتذكرته بدخوله برقم مقعده بمكان المسموح له، ويشجع ويطلع بسلام الحمد لله. جميل. في دبي حمد المزروعي، في دبي كيف كان من خلال نقاط البيع، كيف كان الاقبال على التذاكر، وكيف كان ايضا سلاسه دخول الجماهير بارقامهم في كراسيهم؟ في مجموعة دبي تعرف مثل ما تفضل أخوي سيل، بالنسبة لجميع التذاكر كانت تباع أونلاين، وأغلب التذاكر كانت تكون يعني خصوصا المباريات اللي صار عليها إقبال جماهيري كبير، اللي هي المباريات الكبيرة مثل العراق وإيران، أو المباريات هذه كانت تقريبا تنفذ تذاكرها قبل المباريات بأيام. تم بناء على توجيه اللجنة ووضع أكشاك اللي هي بيع التذاكر لجميع المباريات، وكان يتم في بيع التذاكر قبل المباريات في الخارج. قبال الجماهير الحمد لله كان في تنسيق كبير من قبل لجنة تأمين فعاليات التابعة لشركة دبي في سلاسة الدخول، في سلاسة أيضا الخروج بعد المباراة، وذلك من خلال وضع خطط الأمنية اللي هي كان فيها جميع الدوائر الحكومية في عملية التنسيق، وذلك بالتنسيق مع المرور، مع هيئة الطرق والمواصلات، وكانت في سلاسة كبيرة في توفير الدخول الآمن إلى الملعب. من خلال الملعب كان في فريق معد بالتنسيق والتدقيق على التذاكر، في فريق آخر أيضا
قام بعملية الدور بتوجيه الجماهير على البوابات الخاصة بالدخول وفق التذاكر على مقاعدهم على أساس تكون في أريحية كاملة بالنسبة للجمهور من الدخول إلى المقعد المخصص له. نعم عيسى، يعني يمكن أنا في نقطة بعد، هي أول مرة نجرب أن نلعب في دولة الإمارات في الساعة الظهر، يعني الساعة 3 الظهر في الشارجة. هناك كانت مباراة الظهر الساعة 3، كيف كان بالنسبة لكم أنتوا؟ أنا بسأل مجموعة مجموعة طبعا، كيف كان هذه المباراة في هذا التوقيت اللي نعتبره لأول مرة؟ والله أخوي طارق تعرف يعني نحن فضل رب العالمين، يعني الشعب يعشق التحدي وخصوصا يوم تكون اسم بلاده على المحك. ففريق العمل كان مهيئ انه عارف انه في مباراه بتكون الساعه 3، ولو لعبوا الساعه 12 الظهر بعد الشباب جاهزين ومستعدين، مع انه التجهيزات كانت كبيره للمباراه بحكم ان الفريق الياباني جاي والجيش الاعلامي المرافق، يعني حتى دخلنا في تفاصيل التفاصيل، طورنا بعض الامور اللي كانت يعني استعدادا بس الفريق الياباني. يمكن تجهيزات الإلكترونية تمديدات الانترنت الفريق الياباني يعني كلفتنا مبلغ وقدر ما يقل عن 1.5 مليون درهم تقريبا بس أساس نجهز المكان حقهم. زايد أنه لاحظنا بعد في مباراة قبل مباراة اليابان كثر عدد المصورين، فاحتاجنا حتى نقوي خدمة الواي فاي في أرضية الملعب حق المصورين، وحتى يعني غيرنا المنيو عشانهم. منيو شو؟ منيو الاكل، منيو البوفيه. كثرنا من السوشي شويه، فربعنا ما شاء الله عليهم فريق العمل للامانه، يعني نحن عاطينهم صلاحيين لان واثقين في امكانياتهم قدراتهم، يعني جاهزين انهم يتاقلمون يعني مع الاوضاع اي وضع يتغير. يعني يمكن يعني اثناء المباريات يمكن شرفنا سيدي سمو نائب الحاكم الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي واجتمع مع فريق العمل اللي كان موجود امامه وشكرهم شكر خاص، وحتى كلفني اني انا اللي ما اقدر اشوف الشيخ عبد الله بحكم مواقع العمل اني اشكرهم شخصيا بنيابه عنه، لانه فعلا كانوا يعني عند حسن الظن واكثر، والجميع اشاد بادائهم واخلاصهم وتفانيهم، لان كنا نشتغل اوقات من الساعه 10 الصبح خصوصا مباريات الساعه 8 نخلص يعني نطلع من النادي على الساعه 12 بالليل. نعم. والحمد لله كانوا محافظين على الابتسامه وتواضعهم اثناء فتره البطوله كلها. يعني نعم، يعني اخي عيسى اقدر اقول ان انتم في مجموعه الشارجه مع كل مباراه لمنتخب معين تتعاملون بطريقه مختلفه على حسب الجاليه اللي راح تستضيفونها او المنتخب المستضيف او المنتخب الضيف اللي راح يكون في الشارجه. صحيح، نحن سلمك الله يعني يمكن ليله المباراه الاولى فبعد ما طمنا ان كل فرق العمل يعني ملمه بدورها وواجباتها، مثل ما قلت لك ترى يعني التشيك ليست مال الاتحاد الاسيوي جدا طويل ومعقد. نعم. فطمنا ان عملنا نحن اصلا تجربه قبلها بثلاث ايام دراي رن، طمنا ان الجميع عارف ادواره ومسؤولياته، والاختبار الحقيقي كان التعامل مع كل هالوجود اللي بتينا سواء موظفين الاتحاد الاسيوي، ضيوفنا، الجماهير، الاعلاميين. فحطينا لهم شعار، قلنا لهم شباب كلمتين، الكلمه الاولى الابتسامه، الجميع يحافظ على ابتسامته وهذه واجهه الاماره، والاماره معروفه بابتسامتها. الامر الثاني كان التواضع، قلنا لهم تتعاملون مع جنسيات مختلفه، الاسيويين شوي تعرف من كثر ما هم جدين في العمل. نعم. اوقات يعني يسببوا لك نوع من المضايقات، لكن نحن متفاهمين الامر هذا، فكانوا الشباب مستعدين، كانوا متواضعين لابعد الحدود، والحمد لله يعني ما صارت عندنا اي شكوى من اي حد من اي ضيف او حتى اعضاء الاتحاد الاسيوي اللي كانوا معنا في اللجان. جميل. عموما مشاهدي الكرام دعوني ان ارحب ايضا بالاستاذ حمد بن خيرات العامري رئيس مجموعه العين اللي ينضم الينا عبر الهاتف. استاذ حمد بدايه انا مسي عليك بالخير. مساء الخير اخوي طارق، انت وضيوفك الكرام ومشاهدي
تلفزيون ابو ظبي. الله يسلم استاذ حمد. يعني هنا الحديث عن مجموعه العين، المجموعه اللي الجميع تحدث عن النشاط الكبير الذي كان يقوم به او تقوم به خلينا نقول اللجنه المسؤوله والمكلفه هناك في مدينه العين، الاشاده الكبيره باستضافه المنتخبات والجماهير التي كانت حاضره هناك في مدينه العين مع ختام المباريات اللي اقيمت عندكم في مدينه العين، كيف كان الانطباع ابو راغش؟ في البدايه الحمد لله البطوله مثل ما شاهدتوها على مستوى كل كان كل العوامل ضاح مجموعه العين مع المجموعات الاخرى كان الحمد لله هناك تكامل يعني معظم الاشياء كنا نتحاور فيها مع بعض على البعض والحمد لله ما اعتقد يعني اي شخص انتقل ما بين المجموعات او الفرق كلها يعني بحكم نظام البطوله ان الفرق تتنقل على كل المدن وتمر بكل المجموعات فالحمد لله حرصنا كنا نحن كمجموعات ان نتفق على كثير من الاليات على الشخص وين ما تنقل ما بين المدن ان نحن نعمل يعني كفريق عمل واحد وهذا كله كان فضل الله سبحانه وتعالى دعم قيادتنا الرشيده الحمد لله في دوله الامارات ما عندنا اي عذر لان كل الامكانيات متوفره البنيه التحتيه على اعلى مستوى الحمد لله ايضا الجهات الرسميه والقطاع الخاص كل الحمد لله كان يعني على يد واحده والهدف كان هو ان نحاول نحافظ على مكتسبات النجاحات السابقه. طبعا انا اعتذر اول شيء للمشاهدين يمكن ردات صوتكم الهاتف النقال نتحدث مع الاستاذ حمد نتمنى ان شاء الله يكون الخط اوضح لكن بسالك سؤال اخر استاذ حمد المشاركه او الحضور الجماهيري الجانب الجماهيري اللي استضفته يمكن من خلال 14 مباراه اعتقد هناك في مدينه العين كيف كان الحضور الجماهيري وهل عندك ارقام عدد الحضور؟ نعم الحمد لله يعني الحمد لله كل الامور كانت مرصوده يعني كان الحضور تجاوز ال 144 الف بشكل عام على عدد المباريات بشكل عام يمكن احنا كان عندنا فرصه اكثر ان عدد المباريات كانت اكثر لان عندنا كان ملعبين تلعب البطوله وايضا كان عندنا ربع النهائي دور 16 وربع النهائي ونصف النهائي فهاي كلها يعني بالفعل يعني كان العدد لكن ايضا أنا ما تفوتني الفرصة يعني اسمح لي ما أعرف كيف الوقت اللي عندكم لكن أنا أبغي أشكر جنود مجهولين الشباب يعني الأخوة اللي كانوا موجودين في فريق العمل سواء من اللي كان في اللجنة أو المتطوعين أو أيضا يعني الجهات الرسمية الداعمة ورجال الأمن وأيضا القطاع الخاص فالحمد لله كان يعني مكاسب كثيره نحن طلعنا بها على مستوى التنظيمي يعني الحمد لله كان هناك مواهب اشخاص يعني تجردوا بعضهم منهم كان مهندس ومنهم دكاتره ومنهم على اعلى المستويات والوظائف لكن لما وجدوا نفسهم في موقع المهمه تجردوا من كل شيء وكانوا يعني يقومون باي عمل يخطر على بالك هو فيه راحه للضيوف او يعني يعكس صوره مشرفه للدوله فهذه المكاسب يعني احنا نشوفها وايد الحمد لله كثيره والحمد لله ما هي غريبه على ابناء الامارات. الحمد لله، الصعوبات ابرز الصعوبات او يعني اللي واجهتكم كلجنه مسؤوله عن مدينه العين. والله الصعوبات ان ما وردتنا ملاحظات عشان يعني كنا الحين ندور فرص التحسين. يعني الحمد لله ما في صعوبات يعني امكانيات كانت متوفره الحمد لله يعني الملاعب مهيئه يعني وايضا يعني جزاهم الله خير اللجنه العليا احنا نتكلم عن سنتين سابقه لو تلاحظ متى تشكلت اللجنه متى بدات كم اجتماع بدات اجتماعات وكم البروفات اللي صارت وكم كانت يعني هناك يعني متابعه مستمره وحرص يعني بصراحه يعني ما ساعدونا يعني ما اعطونا فرصه انه ممكن يعني الواحد يكون عنده شيء ممكن يتفاجئ فيه او ان كل التحديات اللي ممكن تصير كانت من السيناريوهات المتوقعه وكان هناك دائما خطه اولى وقدام اي وبي وسي فالكل كان يعني الامور كانت اعتقد الحمد لله احنا يعني اجتهدنا اتمنى ان نكون يعني قدمنا الصوره اللي نتمناها يعني كل اماراتي يعني وايضا احنا تعرف ان دوله الامارات كانت مستضيفه اسيا
فكان هناك يعني رغبه ان نحن نقدم شيء ونضيف شيء للبطوله. فالحمد لله التحديات كانت يعني محدوده جدا، وكانت الحلول دائما موجوده. يعني اكثر تحدي ممكن يكون يعني على كل المجموعات ان كان هناك نرى ان عدد مبيعات التذاكر يعني اقل من الحضور، وهذا نحن اللي الحمد لله يعني كان عندنا الخطه البديله وعالجنا المشكله هذه. لان تتفاجئ ان هناك يعني تذاكر مباعه او حسب السيستم انها يعني استنفذت، لكن لما هي على ارض الملعب تبدا المباراه ونجد ان في اماكن فاضيه. فهذه نحن تدخلنا سواء بشراء تذاكر وسماح للجمهور بالدخول، و يعني ما كانت مفاجاه بالنسبه لنا، كانت متوقعه وتعاملنا عنها. جميل. استاذ حمد بن خيرات العامري رئيس مجموعه العين، انا شاكر لك من خلال انضمامك معنا عبر الهاتف، شكرا لك يا ابو رغد. سهيل، استكمالا ابرز الصعوبات اللي واجهتكم. وشوف يعني اليوم العمل مثل ما قال اخوي سعادة حمد بن خيرات العامري عضو اللجنه المنظمه العليا ورئيس مجموعتنا العين، الحمد لله كانت الإمكانيات متوفرة. الصعوبات اللي كانت أو الواحد اللي كان يفكر فيها هو كيف يخرج أو يفصل ما بين نتائج المنتخب وما بين استقبال الضيوف. ما في شك أن اليوم أنك تركيز الشباب كان على المنتخب، ولكن الكل كان يحاول أن يعني أن نحن نشوف كل الضيوف وكل الجماهير بعين واحدة، وهذا كان هو أهم شيء. تجهيز الملاعب أكيد هو كان من أهم الصعوبات، تجهيز المتطوعين بهذا العدد، ومن خلال أن اليوم أنت 5000 شخص أو 6000 شخص موجود، وأيضا 37000 شخص كانوا يحملون التصاريح أو اللي استخرجوا التصاريح أنهم يكونوا مشاركين في البطولة ما بين لاعبين وإعلاميين ووفود رسمية ومصورين. فكل هذه الناس كيف أنت تتعامل معهم وتهيئ لهم أيضا أنهم يطلعون بشكل أمام ضيوفهم، خصوصا المتطوعين. اليوم المتطوعين مشكورين مثل ما ذكر اخوي برغش اليوم او سعاده عارف العواني، وكل احنا بيكون لنا حديث عن المتطوعين نخليها بعد شوي. نعم. بذهب الى حمد هناك، حمد المزروعي في دبي. بالنسبه لكم في مجموعه دبي اذا بنتحدث عن الصعوبات اللي واجهتكم في مجموعه دبي، نحن يعني من مجرد الاستضافه وصار موضوع القرعه وبدأ تجهيز الملف، يعني يمكن أقوى تحدي نحن دخلناه اللي هو تجهيز استاد المكتوم للبطولة. والحمد لله يعني تحدينا كان أن نوصل بهذا الاستاد ويطلع كمفاجأة للجميع بهذا الشكل، بهالجمالية، يعني التحفة الرياضية أنها تكون موجودة عندنا، موجودة في دبي بطاقة استيعابية 15000 متفرج. ايضا من الصعوبات او يعني بعض التحديات اللي كانت عندنا اللي هي ان نطلع بمخرج ان جميع الضيوف اللي يوصلون عندنا في مجموعه دبي ياخذون نفس الانطباع من حفاوه استقبال، من توفر الامكانيات اللي هي تساعدهم في ملاعب التدريب او في ملاعب البطوله على اداء المباريات على مستوى فني راقي من تجهيزاتها. فتم تجهيز فرق العمل. نحن نشكر ايضا المتطوعين اللي كانوا يمكن القلب النابض اللي موجود في المجموعة عندنا في التنظيم، حيث بلغ عددهم تقريبا في حدود 1200 متطوع، كان لهم دور إيجابي كبير وتواجدهم بكثرة في الملاعب. نعم. من حيث توجيه الجماهير، من حيث المساعدة في التنظيم، استقبال الضيوف، يعني كان لهم دور إيجابي جدا في هذا الجانب. نعم. طبعا السؤال الاخير ايضا لعيسى، بالنسبه لكم غير اليابانيين هل هناك كانت صعوبات اخرى؟ هي كانت المفاجاه الكبرى. طبعا لو تلاحظ انت بدايه المباراه كيف حمله الاعلام يكونون عدد كبير، تقريبا 135 شخص 138 شخص تحديدا. فمجموعه المتطوعين اللي هنا ما استهوتهم الشغله لانها متعبه شويه، حمل اعلام وتلويح بها. فتفاجانا بعد اول انتهى اول بروفا نص المتطوعين انسحبوا بدون سابق انذار، وباجي على المباراه يومين. شو سويتوا؟ فالخطه البديله طبعا بلان بي مثل ما يقولون، استعنا بالعسكر، فالاخوه في اكاديميه شرطه الشارجه، اكاديميه العلوم الشرطيه،
واستاذنا من سعادة القائد العام، وسعادة القائد العام طبيعة الحال استاذنا من سيدي سمو ولي العهد، والتوجيهات انه الكلية كلها تحت تصرف مجموعة الشارجة. فبدينا اول بروفة الساعة 9 من الليل بعد ما سحبوا الشباب، والحمد لله انه اليوم الثاني عملنا يمكن 3-4 بروفات وطمنا ومشت الامور الحمد لله. يعني انا اقول لك الموارد والامكانيات اللي متوفره كل الامارات الدوليه بصفه عامه، يمكن الحمد لله حكم يعني الاختصاص اماره الشارجه، امكانيات الموارد اللي موجوده كفيله بنجاح اي حدث على مستوى العالم. نعم. ما عندنا اي مشكله. نعم. ثقافه قدرات اولادنا، وكذلك الدعم للامام لا محدود لينا بالقياده على مستوى الاماره وعلى مستوى الدوله. الحمد لله. انا شاكر لك استاذ عيسى هلال امين عام مجلس الشارقه الرياضي، وشكر ايضا موصول للاخ حمد المزروعي مدير مجموعه دبي، شكرا لكم. طبعا سهيل انت بتكون مستمر معي في الحلقه، راح نتوقف قليلا لفاصل قصير ونعود مع المشاهدين لنكمل حلقه، نبقوا معنا. السعودي يواجه الاتحاد الإسكندري المصري في ذهاب ربع النهائي كأس زايد للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. في الأسبوع 14 من دور الخليج العربي، ديبا ضد الوصل. دور الخليج العربي في هذه الأوقات على أبوظبي الرياضية. Fly Emirates across six continents. عام التسامح لتحدي الجوجيتسو 2019 على قناة أبوظبي الرياضية. النسخة السادسة من كأس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز الدولية، تجربة رائعة من الأحداث التفاعلية والممتعة. الفرسان من حول العالم يجتمعون للمنافسة على الكأس في منتجع الفرسان الرياضي. كأس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز على قناة أبوظبي الرياضية الثالثة.
أهلا بكم من جديد. نبدأ الآن الفقرة الثانية من خلال حلقتنا في أبوظبي اليوم، ولكن دعوني أن أرحب بضيوف اللي انضموا إلي مع الأستاذ سهيل عريفي. بداية الأخ محمد الشاطري مدير برنامج المتطوعين عن كأس آسيا، وأيضا الأخ سالم سليماني مدير إدارة العمليات في اللجنة المنظمة المحلية العليا. شكرا لكم أول شيء على انضمامكم معنا في الاستديو من خلال تواجدكم في أبوظبي اليوم، ومسي عليكم بالخير. الله يمسى عليك بالنور اخوي طارق. اهلا وسهلا. ببدا وياك سالم، كونك انت الاقرب مدير اداره العمليات، بس توضح للمشاهد مدير اداره العمليات شو الدور اللي كنتوا تقومون به من خلال هذه البطوله قبل ما ندخل في تفاصيل الاسئله. طبعا تقوم اداره العمليات في لجنه تنظيم بطوله كاس اسيا 2019 الامارات بالعديد من الادوار، اهمها تجهيز الملاعب المشاركة في البطولة، تجهيز 8 ملاعب للبطولة بمستوى قياسي يناسب احتياجات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأيضا بتجهيزها بشكل يبرز جاهزية دولة الإمارات وقدرتها في استضافة مثل الأحداث العالمية اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم، سواء من ناحية تقنية، من ناحية موارد بشرية، وأيضا الأهم البنية التحتية واستيعاب الملاعب للطاقة اللي تحضر لمشاهدة المباريات اللي احنا مثل ما شفناها في خلال البطولة 51 مباراة مرت على الملاعب المشاركة في البطولة بعدد ما يتعدى من 700,000 جمهور حضر واستمتع في المباريات هذه. نعم. طبعا بالإضافة إلى جميع الفرق المشاركة والفرق الإدارية للبطولة كلهم أثنوا على جاهزية الملاعب هذه، وهذا أهم دور تقوم فيه إدارة العمليات لبطولة كأس آسيا. نعم. الجانب التطوعي معكم محمد، من خلال تواجدكم في ومشاركتكم في هذه البطولة العدد الكبير 4000 تخطوا 5000 أكيد بترك لك المجال تتحدث عن دوركم أنتم كمتطوعين والدور اللي قمتوا به في هذه البطولة القارية. بداية نشكر قناة أبوظبي الرياضية على استضافتنا اليوم. مثل ما ذكرت أكثر من 5000 متطوع توزعوا في 8 ملاعب في 51 مباراة من أكثر من 130 جنسية ويتحدثون 41 لغة. اليوم المتطوعين أكثر من 130 جنسية ما شاء الله. نعم يتحدثون 41 لغة من ضمنها لغات المنتخبات المشاركة والجاليات اللي تعيش في دولة الإمارات، مما سهل عملية استضافة الجمهور والمنتخبات والإعلاميين المستضافين في بطولة كأس آسيا. واليوم عندنا إنجاز تعدى أكثر من 730,000 ساعة تطوعية خلال بطولة كأس آسيا، ويعتبر الرقم الأعلى في البطولات الرياضية في الشرق الأوسط. يعني هذا رقم جديد نقول عنه؟ اي نعم رقم جديد. هم الجنود المجهولين يا سهيل. صحيح. شوف اليوم انا اول شيء سعيد بوجودهم ويانا اليوم. الحين ما بسالك اي سؤال بنخليهم هم يطلعون مساكن. اخوي سالم واخوي محمد يشكرون يعني عليه امانه صراحة. من المكتسبات في هذه البطوله هم وامثالهم. اليوم اللي يفرحك اليوم هذا الوعي اللي وصل اليه شباب الامارات. احنا اول مره يعني خلني اقول لك من 96 الى اليوم ما نظمنا بطوله رياضيه بهذا الحجم، باستثناء يمكن الفورمولا، لكن الفورمولا يميزها انها مكان واحد، يعني كان في تنقلات وفي تنقلات فرق وفي ضيوف وفي تفاصيل كثيره. فالشباب امانه الواحد يعني تعرف هذا المكتسب من اهم مكتسبات البطوله. ايضا اخوي سالم واخوي محمد وغيرهم من الشباب اللي يمكن اليوم ما كانوا موجودين، ولكن نحن حبينا ان نمثلهم في الشباب اللي موجودين معنا، سالم واخوي محمد. نعم. فالعمل التطوعي مثل ما قال لك اخوي محمد، هذا العدد الكبير من الشباب وكيف انك انت تخليهم يكونون جاهزين لاستضافه الناس والمعلومات اللي هم ايضا يجب ان تكون متوفره لديهم، الابتسامه وما اجمل ابتسامتهم كانت في استقبال ضيوف الامارات بكل هذا الحب وكل هذا الاخلاص. سالم يمكن محمد انتم شفتوه قبل، لكن سالم اليوم اعتقد سالم من الشباب اللي الواحد امانه يفتخر فيهم، وهذا حقه. نعم. علي اني اقول اليوم امام الناس انا سالم عرفته تقريبا من سنتين تقريبا الان، من الشباب اللي عنده طموح كبير، عنده المعلومه وعنده ايضا الكونتاكت او التواصل الكوميونيكيشن، التواصل مع الناس. نعم. يستطيع انه يصل الى اي حد، وايضا حريص على ان يظهر قدراته وانه يمثل بلاده بالشكل الطيب.
ترى ليست البطولة هذه فقط، ولكن هي اليوم البطولة هاي اللي برزوا فيها، هم موجودين في كل البطولات اللي في مجلس أبو ظبي الرياضي، من الطواف إلى بطولة آسيا، كافة التفاصيل. لكن سالم أيضا كان عندكم الشبكة الخارجية ودخول الجمهور والطريقة اللي سويتوها خارج الملعب. على هذه النقطة، الشبكة اللي تحدث عنها، الدخول وخروج الجماهير. صحيح أخوي طارق، رحلة الجمهور من وصوله للملعب إلى جلوسه على كرسي اللي 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 هو حجزه أساس إنه يحضر فيه البطولة، هذا دور مهم تحت إدارة العمليات، إن نتأكد إن كل المراحل اللي مر فيها. هذا يبدأ من خلال بيع التذاكر، خلنا نبدأ من التذاكر ودخولها، صح؟ صحيح كلا. صحيح. يعني ابدأ أساس من بداية بيع التذاكر، كيف تم كان نظام بيع التذاكر عندكم؟ طبعا نظام بيع التذاكر كان عن طريق الموقع الإلكتروني. نعم. اللي هو يوفر لك المعلومات اللي أنت تحتاجها، سواء كفئات مختلفة للتذاكر اللي تناسب جميع الفئات اللي موجودة في المجتمع، وأيضا تعطيك معلومات عن وصولك للملعب ووين القسم اللي أنت بتقعد فيه وكيف توصل له. فالمعلومات هذه جدا تفيد المشاهد انه يرتاح، يعرفه بالضبط وين يقعد في اي مكان في اي ملعب، وتعطيه ايضا معلومات عن الوقت، متى عمليه افتتاح الابواب اللي راح تصير في الملعب، ومتى بتكون وقت المباراه. طبعا بعد ما يقوم الجمهور بالحصول على التذاكر عن طريق الموقع الالكتروني، نوفر له المعلومات الاضافيه. جميع الملاعب كان فيها تحديات من ناحيه المواقف الموفره للجمهور، وكان واجب علينا احنا كلجنه ان نوفر بديل سهل ومريح وامن لتنقل الجماهير لوصولها للملاعب. فبالتالي تم اعتماد مواقف معينة قريبة من كل ملعب، وتوفير باصات تنقل الجماهير من المواقف هذه لين الملاعب. جميل. وأيضا تم اعتماد الشيء هذا في الوقت المقرر رحلتهم، لأن أخوي طارق اليوم الجمهور لما يوصل عندك الملعب تبغى تتأكد أن معظم الوسائل اللي موجودة تساعده في وصوله لكرسيه بأسرع طريقة ممكنة، لأسهل طريقة ممكنة، وأيضا الوضع يكون مجهز بشكل آمن. فرحلتهم من المواقف المخصصة للبطولة، للبوابات اللي موجودة في أرضية الملاعب، لمرورهم من خلال عملية التفتيش والتجهيز، لوصولهم لكرسيهم، كان فيها تفكير كثير وتركيز من ناحية أن الرحلة هذه تكون أول شيء ممتعة، تكون سهلة وسلسة، بحكم مشاركة مختلف الجاليات اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات. لعبوا عندنا 24 منتخب في البطولة هذه، في أكثر من 200 جنسية مختلفة في دولة الإمارات، اللي يهمها مرات تحضر البطولات اللي موجودة في الدولة لأنها تحب نوعية التنظيم اللي الدولة تقوم فيها في مثل البطولات العالمية هذه. ما نلتزم بالجاليات اللي موجودة عندنا مشاركة في البطولة، بل بكل الجاليات اللي موجودة في دولة الإمارات. جميل. لأن أنت توفر لهم نقلة نوعية لحضور فعاليات رياضية وفعاليات عالمية في نفس جميل. الوقت. محمد، أنا يمكن على طاري أن 130 جنسية حاولتمكم تكفون وتوافون مع جميع ضيوف الدولة، هناك منتخبات وجاليات، يمكن خلينا نقول كيف قدرتوا توفرون متطوعين لهم، سواء كان من كوريا أو من فيتنام أو من تايلاند أو حتى يمكن الجنسيات اللي من شرق آسيا، واللغة أنا ذهني عند اللغة، لغة الحوار كيف تكون معهم؟ صحيح. طبعا هو أنت اليوم في أي مجال 70-80% يهمك التواصل، كيف لغة التواصل اللي هو يوفر عليك أغلب الجهد. أغلب اللغات والمتطوعين هذين هم من سكان دولة الإمارات، مثل ما ذكر أخوي سالم فوق 200 جنسية، ولكن اليوم من بين 5000 عندنا 300 متطوع سافروا من بلادهم ليكونون جزء في هذا الحدث، سواء من الدول المشاركة أو حتى من غير الدول اللي مشاركة. من وين يعني كانوا؟ من بعض من الدول العربية والخليجية ومن دول آسيوية. كانوا فيهم متطوعين من الخارج. نعم. صحيح. يعني من خارج الدولة للمشاركة في كأس آسيا، وهذا يثبت لك اليوم أن كأس آسيا هو مش مجرد حدث رياضي. إذا أنت اليوم متطوع يسير ويسافر على حسابه ويأخذ تذكرة ويأخذ سكن بس عسب يتطوع، فهذا يدل أن اليوم قيمة كأس آسيا قيمة مش بسيطة في النسخة الجديدة اللي هو 24 منتخب 51 مباراة، وبالتالي أيضا إضافة لبرنامج المتطوعين في كأس آسيا. المتطوعين هل كان لهم دور مع المنتخبات أيضا؟ في طبعا عندنا، ولا فقط أثناء المباريات؟ في كان عندنا مرافقين المنتخبات، كانوا من مواطنين دولة الإمارات، 24 منتخب، كل المرافقين يتحدثون اللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الأم للفريق المستضاف. للـ24 منتخب. نعم صحيح.
لان انت اليوم هاي صعوبه شويه هاي صعبه بس ما شاء الله اليوم انت في دوله الامارات الشباب الاماراتي عندك كفاءات تنافس جميع الدول على مستوى العالم. نعم. وانت اليوم مثلا لما تسافر برا البلاد لما يجيك واحد يتكلم عربي ولا يرمس رمستنا تحس بالاريحيه، ما تحس في حواجز، ما له داعي افكر شو بقول، فهاي طبعا تكسر حواجز كثيره وتسهل الامور الخدميه اللي تقدمها اللجنه المنظمه للمنتخبات المشاركه. نعم. سهيل اشوفك مركز وياهم وتطالع. نعم. المفروض هاي المعلومات عندك تعرف. لا طارق هاي حتى انتم كلجنه يعني يمكن ما كنتوا تعرفون بالدور الكبير اللي يقومون به ولا كان؟ لا اكيد نعرف واكيد في تواصل مباشر بين اخواني في المتطوعين وكانت في خطه معموله وخطه عملهم اللي راح تكون، ولكن لما تسمع اليوم الحوار والحديث اللي يقوله اخوي سالم او يقوله اخوي محمد، هذه كان جزء من أهمية كأس آسيا ومن الدور الكبير اللي قاموا به الشباب. نعم. اختزال عمل اللجنة المنظمة في موضوع تذكرة أو في موضوع أدوات مشجعين أو ما شابه ذلك، يعني يكون فيه ظلم كبير. اليوم هذا العمل الكبير، تنقلات فرق، أعداد متطوعين، ستاب أو تنظيم كامل خلف المباراة، نقل، والشرطة مشكورين قيادة الشرطة راشد سهيل وفريق العمل اللجنة الأمنية، كان في دور كبير لكل الناس. أنت اللي عم تعرف اليوم أنت فريق ينتقل من مكان إلى مكان، لازم يكون في استقباله شخص وتجهيزه ودورية، تسلم دورية لو تأخر راح تكون في مشكلة، دخوله إلى الغرفة لازم تكون جاهزة، هذا كله كان أداء لجنة منظمة. هاي تفاصيل بسيطة كان يعني كانت ممكن تغضب الوفود. ليش الوفود اليوم طلعت من عندنا؟ الكل يشكر والكل الحمد لله بالدور الكبير اللي بالدور الكبير اللي قاموا باللجنة المنظمة والحرص. فلا نختزل دور اللجنة المنظمة في تفاصيل بسيطة في تذكرة أو في أدوات مشجعين أو في أنا ما حصلت تذكرتي، ما دام الملعب مليان هذا هو كان أو ممتلئ الملعب هذا كان هو الهدف أنه يكون ممتلئ، فأكيد اللي أخذ الكرسي أنه شخص يستحق. أمانة نشوف هي تجربة كبيرة، تجربة يمكن كانت لأول مرة نحن نقوم بها كشباب، أنا أتكلم عن جيلي بهذا العدد وبهذا، أكيد استفدنا منها وايد كثير. وإن شاء الله يا رب أن نحن نكون مثلنا بلدنا مع بتوجيهات اللجنة المنظمة العليا وأيضا بمدراء المجموعات ورؤساء المجموعات بالشكل اللي تليق بالإمارات. جميل. سالم، الكوادر اللي تم تعيينها من قبلكم أنت كونك أنت تدير فريق العمليات، حدثنا عن الكوادر وفريقك. طبعا في خلال الفترة اللي تم تجهيز البطولة فيها كلجنة منظمة تعدى عدد الفريق المشارك أكثر من 1200 مشارك في البطولة نفسها في جميع المجالات، في مجال العمليات، في مجال الإعلام، في مجال المنافسات، تنظيم وصول الفرق، في كثير من الأعداد. في 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 قسم العمليات بالذات يتخصص في توفير جهات الأمن اللي موجودة في الملاعب، نظام التصاريح اللي هو ياخذ المعلومات ويتأكد أن جميع المشاركين في البطولة عندهم التصاريح المناسبة في المكان المناسب. نتكلم عن توفير بيئة آمنة للجمهور وأيضا للمشاركين، نتكلم عن حركة المواصلات ونتكلم عن توفير المواصلات للجماهير المشاركة في البطولة، نتكلم عن قسم المتطوعين برئاسة أخوي محمد الشاطري، عديد من الأقسام اللي هي عبارة عن لجان صغيرة كانت كلها تحت اللجنة المنظمة العليا، تقوم باهتمامها بالكثير من التفاصيل كتوجيه للجمهور، كتوفير متطلبات بطولة، وأيضا كاهتمام بسمعة الدولة من خلال الفرق المشاركة في البطولة. كلها كانت عبارة عن خلايا صغيرة تحت خلية كانت تهتم بالتفاصيل. اليوم احنا نتكلم عن تفاصيل مثل اللغات اللي يتكلمونها المتطوعين. نعم. نتكلم عن الاعداد المشاركه في البطوله باستقبالها الجماهير هذه، نتكلم عن الثقافه اللي احنا لازم نتعلمها من كل بلد مشارك على اساس ان احنا نتاكد ان وصولهم للملعب يناسب الثقافه اللي موجوده وياهم، يحسون ان الملعب مهيئ لوصولهم للبطوله هذه. كلها كانت عباره عن اهتمام من اللجنة العليا للبطولة نفسها على أساس أن احنا نوصل البطولة هذه لصورة تسمو باسم دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله. محمد، يعني فريق أكيد فريق المتطوعين هذا 5000، كيف يتم التنسيق بينهم؟ كيف يتم إدارة العمليات في فريق المتطوعين؟
كونك انت تديره، كيف تم يعني مثل ابو ظبي، العين، دبي، الشارجه، هناك متطوعين في الفنادق، هناك متطوعين في الملاعب، هناك متطوعين ايضا ومرافقين للمنتخبات. اليوم الحمد لله وصلنا الى مستوى احترافي في العمل التطوعي، عندنا تخصصات كثيره في تنظيم كأس آسيا. اليوم المتطوع مو بياي بس كدور عام أو أنه يرحب بالضيوف، هذا منا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا في دولة الإمارات أن نرحب بالضيوف. فتمت فلترة الأشخاص اللي مشاركين لهم أكثر من 23 ألف مرشح، تم اختيار منهم 5000 وتوزيعهم على ملاعب الثمانية بناء على المتطلبات من اللجان المنظمة في كل مجموعة. اليوم المتطوعين مروا بمراحل اختبار ومقابلات حتى تم اختيارهم، من ثم إلى مراحل تدريب نظري وعملي، من ثم إلى تنظيم البطولة. المتطوع توصله إيميلات يومية في برنامجه اليومي، من يوصل لين ما يروح، وين يسوي التشيكين، يسجل حضور وانصراف، شو جدوله، وين بيكون متواجد، متى بيكون عنده شرح تفصيلي لمهام اليوم، متى بياخذ استراحة، متى الغداء، متى، فيكون عنده جدول كامل متكامل. غرفة عمليات يعني عاملين نقول؟ عنده مركز متطوعين في كل ملعب من ملاعب المستضيفة، هناك استراحتهم، هناك عندهم اللوكرز والأماكن اللي يحطون فيها أغراضهم، هناك توفر لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء بناء على جدولهم اليومي، حتى وسائل الترفيه اللي موجودة لهم أن يكونون متواجدة في المركز. جميع الوسائل اللي تخلي المتطوع اليوم يقوم بأدائه على أكمل وجه. جميل، أهم المكاسب والفوائد اللي طلعتوا بها اليوم في هذه البطولة كمتطوعين. اليوم طلعنا أن مثل ما قال برغش قبل ما نطلع الهواء، اليوم حتى الجميع تجرد من مسمياته، سواء كان دكتور ولا سي او، في عندنا مدراء تنفيذيين شارك، في مدراء ادارات، اليوم كلهم كانوا نفس المستوى. اليوم المتطوعين مستوى مثل مستوى اعضاء اللجنه المنظمه او الموظفين في تنظيم هذا الحدث. اليوم عندك ثقافه احترافيه ان انا كمتطوع اقدر ادي دور الشخص اللي اي وادفع له. فاليوم عندنا مستوى معرفة عالي جدا، احترافية عالية جدا. اليوم الإمارات أثبتت جدارتها باستضافة الأحداث العالمية بمواطنينها ومقيمينها، وحتى الزوار المحبين للإمارات يو اليوم وكانوا جزء من هذا الحدث وجزء من صناعة التاريخ في كأس آسيا. أهم، اسمح لي بس أبو منصور، أهم المكاسب والفوائد لكم في هذه البطولة. ما بزيد كلامي على كلام أخوي محمد. شيء جدا مهم اليوم استنتجناه بعد تجربة سنتين في تنظيم البطولة هذه، بعد مرورنا في خلال 51 مباراة. البطولات لها فترة معينة تبدأ وتنتهي، لكن يتم عندك الكادر اللي تعلم ومر في تجارب مختلفة وفي صعوبات وفي تحديات، وقام بشكل أو بآخر بالنجاح في توفير البطولة هذه. الكوادر البشرية اليوم هي اللي تقوم بإدارة البطولات. الله يرحمه الشيخ زايد قال الرجال هي اللي تصنع المصانع، وفي خلال البطولة هذه شفنا رجال كثير، سواء كان كلجنة منظمة، كلجنة عليا، كمتطوعين شاركونا في توفير البيئة هذه والنجاح اللي يؤرخ باسم الإمارات العربية المتحدة. احنا نتكلم عن 8 ملاعب هيئت انها تستقبل بطولات عالمية لقدام، وهذا يثبت دور الإمارات في جاهزيتها من ناحية البنية التحتية والكوادر الوطنية في استقبال اي بطولة عالمية في المستقبل، وابراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير المرافق اللي تسعى بالشيء هذا. جميل، قبل ما يدخلون الإخوان كان عندك كلمة تبغي تقولها، أنا قلت لك خل عقب بنتكلم عن المتطوعين. يعني كانت يعني المتطوعين خلنا بعد نعطيهم. نعم، المتطوعين أكيد أن لهم شكر خاص لكل شخص شارك في اللجنة المنظمة، لكل شخص حاول وكان حريص جدا على أنه يظهر بلاده كمستضيف واحترام ضيوفه بهذا الشكل، لكل شخص يعني ابتعد عن بيته لفترة لمدة شهر فقط، يعني من الصبح إلى المساء، تنازل عن أسرته، تنازل عن عمله الخاص، عن كثير، أغلبهم كان عندهم أيضا في كان عندنا طلاب، في أشخاص عندهم طموح كبير، موظفين استغنوا عنه كلهم لأجل أن يظهرون الإمارات بهذا الشكل. ما في شك أن الواحد يعجز عن شكرهم الكل، وشكرا أيضا للجنة المنظمة العليا اللي أتاحت لنا الفرصة أن نحن نكون موجودين في هذه البطولة.
أمانة الواحد سعيد جدا بهذه التجربة. صحيح. فخر كبير ان احنا كنا موجودين فيها، وان شاء الله اذا قصرنا فنرجو المعذره من الجميع. ما عليكم. واذا ان شاء الله ان نحن كنا قد هذه المهمه مع ولبينا طموح اللجنه المنظمه العليا وطموح بلادنا فينا، فاكيد ان هذا شيء يعني لنا نحن ونفتخر به نحن. نعم. وان شاء الله يا رب ان هذه ما تكون نهايه التنظيم ان شاء الله. اذا النجاح الكبير على مستوى التنظيم لم يترافق مع نجاح منتخبنا الوطني في تحقيق الامنيات، فتوقفت مسيرته عند حدود الدور نصف النهائي، ولسان الحال يقول كان في الامكان افضل مما كان. على عكس نجاح تنظيم بطولة كأس أمم آسيا الإمارات 2019 وروعته، جاءت مشاركة منتخبنا الوطني بشكل مغاير، فلم تتحقق الأهداف ولم نصل إلى الطموحات المرسومة، فجاء الخروج من الدور النصف النهائي. أي نعم كنا على بعد خطوة واحدة فقط من الهدف المنشود، ولكننا في النهاية لم نحقق هذا الهدف، لم يكن الظهور مقنعا ولا الأداء مبشرا. تصدرنا مجموعتنا نعم، ولكن ليس بالعلامة الكاملة. في الأدوار الإقصائية حاولنا واجتهدنا، تخطينا بعض الأدوار، لكننا لم ننجح في الوصول للمباراة النهائية، فكان الخروج المر لنودع حلم جديد رسمناه وخططنا له، ليكن ترث إخفاقاتنا على التوالي بعد تصفيات كأس العالم وكأس الخليج واليوم كأس آسيا. سهيل، نجاح التنظيم لم يترافق مع نجاح المنتخب. والله يا أخي شوف، اليوم يمكن الواحد ما وده يكون أن اليوم يعلق على موضوع منتخبنا اليوم، يعني أنه تشعر أنه ما في فايدة، يعني كان الحلم كان موجود أن احنا نكون أبطال آسيا، اليوم الحديث ما عاد أصبح ذو قيمة يعني، ولكن قد يكون درس من الدروس اللي يجب أن نحن نقوم فيها. نحن أمانة ما استعدينا للبطولة بشكل جيد، أنا أتكلم على مستوى المنتخب، لم نخرج من الكويت إلى الآن، ما زلنا في بطولة الخليج اللي كانت في الكويت بنفس الأجواء، بنفس الأداء، بنفس المشاكل، بنفس العمل اللي كان موجود. أمانة الواحد كان يتمنى أن احنا نكون بشكل أفضل أو نعد لها بشكل أفضل. كان في حديث كبير من أخواني المحللين اللي هم أكثر مني كفاءة، وكانوا أيضا هم أصحاب اختصاص طول السنة الماضية خلال من كأس الخليج إلى اليوم، وحذروا من هذا المستوى اللي راح نظهر فيه، ولكن كانت ردة الفعل ما كانت متوازنة مع حديث الناس، بالعكس كانت أن أنتوا ضد المنتخب، أنتوا ضد ناس معينة، كان الكلام شخصي. تمنيت أن احنا نكون أخذنا الموضوع بأكثر جدية، أتمنيت أن احنا ما طلعنا بهذا الشكل. الخسارة ليست نهاية المطاف، ولكن الظهور اللي ما أريد أقول كلمة قاسية، كان ظهورنا وكأن احنا ما لعبنا البطولة أبدا، ما كان يتناسب مع سمعة المنتخب هذا. من 2007 نحن لم نكن بهذا السوء، من 2007 من كأس الخليج ما كنا بهذا السوء. لا تقول لي نتائج مباريات ودية، مباريات ضعيفة، لا، أنا أتكلم كبطولة وكأس الخليج أيضا هدف وحيد، يعني مباراة أستراليا الوحيدة اللي كان فيها روح، ولكن ما كان فنيا بشكل جيد، لكن كانت روح الفريق موجودة، حاولوا اللاعبين. أتمنيت أن كلام مقابلة أخونا عبد الله صالح، كابتن عبد الله صالح القدير، أن تكون في وقتها بعد الكويت، خصوصا بتبرئة اللاعبين من التهم اللي وصلتهم. في النهاية كانوا يستحقون منك هذه الكلمة وقتها يا أبو صالح، أنك أنت تطلع يا أبو بدر سوري تطلع وقتها وتقول أن عموري ومبخوت وفوزي بريئين من كل التهم، كانوا يحتاجونها في وقتها. للأسف استمرت مشاكل إلى الصيف، ومعسكر الصيف كانت أيضا في مشاكل، شهر 9 شهر 10 واستمرنا ونقول يا جماعة في وقت، باقي 3 شهور، ما كانت في أذان صاغية. قد يكونون كانت يعني كنا نتمنى أن يكون الاتحاد هو الصح، كنا نتمنى أن يكون هو رأيه الصح وأن ذهب بنا إلى البطولة، كنا على الأقل نتمنى أن منتخبنا يظهر بشكل أفضل. قدر الله وما شاء فعل. يعني ما توجد عندي كلمة
سوى أني أقول هردلك لجمهورنا الكبير وهردلك للاعبينا. عندنا جيل قد نكون خسرناه كنا ممكن نستفيد منه بشكل أفضل في هذه البطولة. في علامات كثير، علامات استفهام كثيرة. نعم. ممكن الحلقات القادمة تكون كفيلة بأننا نحن نبرزها. أنا ما عندي كلمة على المنتخب. شكرا لك سهيل العريفي، شكرا لك محمد شاطر، وشكرا لك سالم سليماني، واتمنى لكم دائما النجاحات والتوفيق من خلال تمثيل دولتنا الحبيبة في البطولات الكبيرة اللي تستضيفها. شكرا لكم. شكرا لك. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله.